أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأحداث التي تعيشها ليبيا ناجمة عن سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة. تصريحات بوتين جاءت خلال قمة إفريقيا روسيا. من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا. اتفقت مصر وإثيوبيا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية البحثية المختصة بسد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي على هذه الخطوة لاستئناف بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء السد و تشغيلها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية المزمع عقده في ديسمبر كانون الأول في مصر. وقال بوتين خلال قمة روسيا أفريقيا إن فكرة إجراء المنتدى جيدة إذ سيناقش عدة محاور ثقافية واقتصادية. يشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.